ميراج، فكر جديد في عالم التسوق عبر الشاشة. خمسة أهم شيء أختي فيهم هو المساك. إذا اشتغلت بإيدك تجرح إيدي. المساكة مدام فيها أسهم، شايف دول أسهم دائما على عرض الماكينة، كده غلط كده صح، تمام؟ هلا عشان التركيب هي ضغطة صغيرة تركب، عشان نفك نرفع فوق ونسحب، هذا ما في روبو ولا ماكينة ولا مكسر، يطلع ملفوف طريقة هي، حمض الثوم والزيت، السلطة جاهزة. بتساوي لنا حلقات، طبعا لازم مساكة ممنوع بالإيد، حلقات للبيتزا، للساندويتش، همبرجر، فطاير، حتى البطاطا، هذا الشيبس خفيف، تسالي خفيف للأولاد، ما في شيء كبير ما في شيء صغير. إذا قلبناها عكسناها بتشتغل على الطرفين الشريحة، مدام طرف خفيف والثاني سميك، هذا الباذنجان، هذا عشان المسقعة المقالي المقلوبة، تقلي تشوي للآخر، طبعا ليمون، برتقال، حامض، جريفور، حلقات متقاطعة، دواوير متساوي للآخر. خلصنا هاي شرايح حلقات، ناخذ اصابع ومكعبات. هذا البطاطا يا سيد مساكي فيها خمس مسامير، تمسك حبات كبيره وحبات صغيره مدام، ونزول اخوتي، هذا نزول 10 كيلو بطاطا، 20 كيلو بطاطا كله اصابع بثواني. الايدام الشوربه المكعبات السلطه، شوف السلطه يا مدام مساكي فيها اسهم اخوتي، نضرب بالسكين عمودي على الاسهم، هذه الاسهم 1 2، شو يكون عندنا؟ مكعبات فجل، مكعبات خيار، مكعبات بندورة. ليش قطع هيك؟ عشان هذا ألماني، هذا بوردر، إذا ما قطعناها عكس الأسهم مدام بتطلع معنا أصابع، هذا مش كويس عشان السلطة. هذه الأسهم يا سيد عمودي على الأسهم، 1 2 3، ونزول للآخر نفس المقاس، ما في شي كبير ما في شي صغير. هلأ البصل كبير معها عشان صغير تحت الشريحة الأصغر، هذا التبولي كباب، سمبوسة، فطاير، صوص، بصل ناعم، بصل خفيف، بصل صغير، في ثواني بصل زي الماس. كل هذا الحكي وزيادة عليه مشروع بكتالوج، مشروع بكتاب، طريقة استخدام بالكامل. هذا الفلفل ما يحتاج ضرب السكين عشان فاضي من الداخل، وشوية ملفوف، والسلطة جاهزة عندنا بثواني. شوف يا مدام هذه السلطة جاهزة. هذه في 5 قطع سعرها 100 ريال، صناعة ألمانية، 100 ريال، هذا أورجن مش تقليد، 5 قطع مدام، 3 شرايح والماكينة والمساكة. هذه أصابع خفيفة، هذا غسيلها في بس بالمي ترجع جديدة، ما تحتاج لا كلوك، 3 شرايح مدام والماكينة والمساكة، غسيلها بالمي ترجع جديدة مدام. إذا علق اللون عليها أختي شوية كلوركس وموية نقعيها، ما تغسليها بيدك مشان ما تجرح يدك، تمام؟ بسم الله. هذه مدام خاصة بالفرش الناعم، هلا فرش الكهرباء، تمام مدام؟ بسم الله. هي شوفي شلون بدك تطبقيها في البيت، هي هنا اللي فيها سكاكين كبيرة تطبيها طب هنا، تمام؟ واللي فيها سكاكين صغيرة تطبيها زي كده، تمام؟ بسم الله. هذه اختي بس تمام عمي، بسم الله. ماما مع المساكة 50 ريال، بدون مساكة 40 ريال، حكيت البرش الناعم فرش الكهرباء. طبعاً طبعاً أختي، بس لحطها لهنا، الكتالوج موجود معك، جلس هيك تنتبه ما ترمي. هذه عمو 5 قطع سعرها 100 ريال، هذا 100 إنجل، صناعة ألمانية، صناعة أصلية، تفضل. بسم الله.